فعلا المسرح هو نوع من الفنون الصعبة، يعني الواحد يتدرج بالمسرح يعني حتى يوصل للصورة الشبه كاملة وجاهزة يقدم أعمال كبيرة على مستوى المتنبي وملوك الطوائف وحلبعل وغيرها غيرها من الأعمال الكبيرة، لأن المسرح الغنائي يتطلب التمثيل والغناء والحضور. المسرح الغنائي أعطاني كثير، أعطاني كم هائل من الأغنيات ذات المستوى، يعني شعر منصور الرحباني والأخوان الرحباني وغيرهم من الكبار، هذا كسب بالنسبة لي. وعلى صعيد الموسيقى والحضور والتمثيل، هذه أعمال خالدة، يعني أعمال كلاسيكية، أعمال يعني ما بتنتسى ولا بتخلص، تستعاد دائما. شو أخذ مني؟ أخذ مني مجهود والوقت والتعب، وكل عمل صعب بده تعب، يعني ما في شيء ممكن يجي بسهولة، ما فيك تقدم عمل كبير هالقد بده مجهود بهيك بسهولة وبدون تعب ومجهود. أنا خياري كان دائما عندي إطالات خارج المسرح، ولكن خياري الأساسي المسرح. أنا مؤمن بهذا النوع من الفن، لأنه فن شامل يشمل النص الدرامي، يشمل الشعر والموسيقى والإخراج والرقص والملابس، يعني شوفي بعمل واحد قديش في هالكم من الفنون. ما عندي أنا جواب محدد، كأنه قدري هيك، كأنه في شيء أخذني أنا من جوا، حسيت حالي مأخوذ لهذا النوع من الفن. أنا بديت بالألبومات وبديت بالحفلات والمهرجانات قبل ما يعني أفوت بالمسرح الغنائي بهالشكل الواسع. كان عندي ألبوم يا حلوي وألبوم وجه السعر وألبومات كثيرة، كنت دائما أنا بالحفلات رقم صعب يعني. ومن بعد اتصل فيه الأستاذ منصور رحبان وعرض علي صيف 840. العمل كان عمل جبار وعمل استثنائي بتاريخ المسرح اللبناني، وهيك صار. وبعدين عندي ضعف تجاه المسرح بصراحة، أنا ضعيف تجاه المسرح الغنائي، معك حق ما طرحتيه، ولكن هيك بصير الإنسان بالنهاية بده ياخذ خيار هو بحبه هو بيده هو متناسب، بغض النظر عن القضايا المادية وغيرها. بدون شك إنه المسرح الرحباني هو المسرح الرائد، المسرح الأول بلبنان وبالعالم العربي، من حيث قيمته كحالة درامية بالأول، بعدين نضيف عليه الشعر والموسيقى وكل الجمال الموجود بهذا المسرح. قيمته كتونسي يعني بتواكبوا الأعمال الرحبانية، أنا لاحظت هذا الشيء. اللي شدني أكثر هو قيمة العمل بحد ذاته، قيمة العمل الرحباني. في تجارب أنا لعبت فيها مسرح غنائي خارج، تجارب جيدة مش عاطلة أبداً، ولكن العمل الرحباني هو شيء مختلف، شيء بنائه الأساسي هو النص الدرامي العميق يلي ممكن يطرح قضايا إنسانية، قضايا سياسية، ممكن يضوي على أمور يستفز فيها الناس نحو التغيير نحو الأفضل. يعني هو مش ترفيهي مجاني فقط، هو بيحاكي الفكر، يحاكي فكر الإنسان كمان وضميره. مشان هيك بتشوفي إنه الأعمال الرحبانية هي بتشوفي سابقة زمنها من حيث الطرح السياسي، من حيث الرؤية السياسية والرؤية الفنية والرؤية التاريخية للعمل ككل. فيروز عظيم يا فيروز، أنا بلشت مع فيروز كنت بعدني مبتدئ بأول عمل بحياتي، وفيروز بالنسبة لنا كمان انتوا يعني بتحبوا فيروز مثل ما نحن بنحبها، كل الناس بتحب فيروز لقيمة فيروز كصوت استثنائي. بعدين الصوت وضيف له الأعمال الرحبانية والشعر الرحباني والموسيقى الرحبانية، حطته بهذا الإطار الجميل الممتع، وأصبحت فيروز حالة استثنائية بغناء العالم بالغناء العربي، وأصبحت يعني ما حدا بيشبه فيروز.